أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، معكم فاطمة الزهرة بن صافي، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ومشاريع أوامر تشمل عدة قطاعات. الوزير الأول يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد هام. وزير الشؤون الخارجية يكشف عن إعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب غدا تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، ويجدد في المنتدى الاقتصادي الليبي دعم الجزائر التام لاستقرار ليبيا. الشريك الليبي يدعو إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر في الحدود الجزائرية الليبية، والمتعاملون الاقتصاديون من البلدين يؤكدون على توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمار في مجالات حيوية تجسيدا للإرادة السياسية المشتركة. ونتابع أيضا الحملة الانتخابية تدخل يومها العاشر، والأحزاب السياسية والقوائم الحرة تؤكد على الرهانات والأدوار المنتظرة من المجلس الشعبي الوطني المقبل خدمة لتطلعات المواطن. تفاصيل النشرة أهلا بكم. بداية يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ومشاريع أوامر تشمل قطاعات العدل والفلاحة والموارد المائية والثقافة، بالإضافة إلى قرارات أخرى. في التعاون الجزائري الليبي استقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا عبد الحميد دبيبة الذي يؤدي الأمس واليوم زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام. مراسم الاستقبال جرت بمطار هواري بومدين الدولي بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير التجارة كمال رزيك. انطلقت أمس بالعاصمة فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي بإشراف وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم رفقة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد حويج ووزير التجارة كمال رزيق بحضور مستشار رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أكد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي لإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب غدامس تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بوقدوم كشف استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع. إنه لمن دواعي الفرح والسرور أن أتشرف بافتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي لقى دعما كاملا وتأييدا تاما من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يبلغكم تحياته الحارة وتمنياته الخالصة بالتوفيق والنجاح في أعمالكم. يمثل هذا المنتدى الاقتصادي الهام بما يصبو إليه من إرساء لأسس شراكة اقتصادية حقيقية وشاملة بين البلدين،
شكلا آخر لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى جارتها وشقيقتها ليبيا. فطموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة. في هذا الصدد أود أن أحيطكم علما بأنه تبعا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب الذي تكلمت عنه أخي محمد الحويج، الدبداب مع الدبداب غدامس مع ليبيا، فإن الجانب الجزائري بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي. كما يعكف الجانبان الجزائري والليبي على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع. وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم جدد دعم الجزائر لجهود السلطات الليبية في إعادة الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أطراف الشعب الليبي ووضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار والنمو. صبري بوقدوم أكد أن الدبلوماسية الجزائرية لم تدخر جهدا لإعادة ليبيا إلى مكانتها الإقليمية والعربية. لم يكن ممكنا للجزائر وقتها الشقيقة ليبيا تمر بمحنتها الكبيرة أن تقف موضع المتفرج، فلبت نداء الأخوة وواجب الجيرة وتحركت الدبلوماسية الجزائرية والجزائريين بكل ما تملك من رصيد وقوة تأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي لكي ترجع ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب، ضمن الجيران المغرب العربي وإفريقيا والأمم. كما بادرت الجزائر حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم للتقريب بينهم وللبحث عن حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم وبمقدرات شعبها. وواكبت بلادي في الوقت ذاته ودعمت كافة المساعي والمبادرات الدولية الجادة والمخلصة الرامية لوقف الفتنة في ليبيا، بما في ذلك مسار برلين وتوقيع الاتفاق السياسي الليبي تحت الرعاية الأممية. وأجدد في هذا الصدد دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات الليبية مجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإعادة الاستقرار السياسي والأمني بليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أفراد الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة وتقويتها تمهيدا لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تصون سلامة ووحدة التراب الليبي حسب ما يقرره الليبيون، وتضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار والازدهار والنمو. من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج أن الجزائر تمثل العمق الاستراتيجي ليبيا، داعيا إلى تأسيس مجلس أعمال جزائري ليبي ومنطقة للتبادل الحر من أجل تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين. أدعوكم إلى البحث إلى فرص الاستثمار المشترك في مجالات الطاقة القديمة والجديدة والمتجددة، وفي مجالات الإعمار والتنمية والأمن الغذائي، وإنشاء الشركات المشتركة بين رجال الأعمال البلدين وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين. إن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وقطاع رجال الأعمال يقدم كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المشتركة، ولنا الإرادة والرؤية والإدارة إن شاء الله
لتحقيق ذلك. وعلينا الإعلان على إنشاء منطقة حرة على الحدود الليبية الجزائرية. دعوة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين تفعيل أو تأسيس مجلس رجال أعمال فاعل لوضع خطة عمل ومتابعة لإيجاد شراكة اقتصادية طويلة المدى بين البلدين. كما أكد وزير التجارة كمال الزيك على أهمية توفير فرص الشراكة بين البلدين، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى المساهمة بشكل فعال في وضع الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين وفقا للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل دولة. ولتحقيق هذه الديناميكية التي نطمح تكريسها عبر استثمارات فعالة تشمل كل القطاعات والمجالات الممكن استغلالها بما فيها قطاعات خدمات كالرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكوين والتعليم العالي والتعليم، الخدمات البترولية، الغاز والكهرباء، التنمية والبنية التحتية، النقل إلى آخره على سبيل المثال ولا الحصر. إن المراهنة على إنجاح هذه الشراكة ترتكز على عوامل عدة وقواسم مشتركة بين البلدين كالتاريخ والثقافة والمصير المشترك. ونجاح هذه الشراكة يكون عبر مرافقة ملموسة وبراغماتية لرجال الأعمال في كل من ليبيا والجزائر، بداية بإعادة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري الليبي من خلال الدور المؤسساتي لغرفة التجارة والصناعة في كلا البلدين. المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي يدوم يومين تميز بمشاركة أزيد من 500 رجل أعمال من البلدين إلى جانب ممثلي مختلف الهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي لتباحث فرص تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين. من كثب، حرية شرشار. لا مع الوزير ولا أجمع المشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي أن هذه التظاهرات تعد أهم موعد اقتصادي يعقد في الجزائر منذ انتشار وباء كورونا، ولأن فرص الاستثمار تنتزع وتنتهز، المتعاملون الاقتصاديون من ليبيا والجزائر كانوا في الموعد رغم الوباء. ونحن الآن إن شاء الله في صدد اللقاء من جديد لهذه الخطوة الإيجابية، وهي سوف تكون الأولى وهي فتح المنافذ ثم نقل الاحتياجيات الأولى من الإنسانية إلى البضائع التي تحتاجها السوق الليبي إن شاء الله من الإنتاج الجزائري. يوجد هناك مشاريع تجعل هذين البلدين هي باب أو بوابة أو بوابة بوابة أفريقيا لدخول بضائع. دولة ليبيا الشقيقة هي دولة جارة قبل كل شيء، وإحنا يعني رانا نثمن هذه البادرة يعني اللي قدمتها لنا الدولة اللي تخلينا من خلالها نقدموا المنتوج الجزائري في أحسن وجه، ونكونوا يعني نقدروا دخلنا العملة الصعبة للبلد. نريد تسهيلات لتبادل تجاري وفتح طريق موحد لتعزيز المبادرة التجارية بين الجزائر وليبيا. يعني هذا المجال يهمنا كثيرا لتصدير مواد الجبن التي نصنعها في شركة باتوراج دالجيري. يتضح من تدخلات رجال المال والأعمال وأرباب المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من ليبيا والجزائر أن البلدين يتمتعان بعدة مؤشرات كافلة بتحقيق التكامل في المجال الصناعي، خاصة في البتروكيماويات والصناعات الغذائية. نحن نثمن فتح المعبر الحدودي اللي يربط بين ولاية إليزي في المقاطعة الإدارية الدبداب وليبيا غدامس، ونحن اليوم بمنتوجاتنا بإذن الله إن شاء الله تلحق عند مواطنينا وإخواننا الليبيين. تفعيل دور الشباب الليبي ودور الشباب الجزائري من توفير فرص عمل عديدة، فرص عمل واسعة، تنمية للمناطق المكانية عند عبور الشاحنات وعبور البضائع. نحن في سوناتراك لدينا هدف هو نحاول نصدر الخدمات البترولية، ليس لدينا خبرة كبيرة معترف بها وطنيا ودوليا، نحاول نصدر هذا الخبرة في مجال الخدمات، المشاريع، التسويق، يعني المشتقات البترولية والبتروكيماوية إلى الشقيقة ليبيا
لأنها اليوريا والأمونيا فيها فرص، وكذلك مجموعة كذلك بعض المشتقات البترولية مثل الزيوت المستعملة. وقصد الاطلاع عن كثب على المنتوجات الصناعية والخدماتية الجزائرية، الوفد الليبي مدعو لزيارة معرض سافاكس المنظم على شرف الوفد الليبي. تدرك الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان يومها 10 وسط تكثيف للتجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية لاستمالة الناخبين ودعوتهم إلى المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الهام. وهذا الآن عرض مفصل عن آلية تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للشباب المرشح ضمن القوائم الحرة مع وليد زرق. الحملة الانتخابية سباق يحتاج للتمويل المادي، وذلك ضمن قواعد يضبطها القانون العضوي للانتخابات، مخولا للمترشحين تمويل حملاتهم بشكل قانوني واضح وشفاف، وذلك عبر تحديد الموارد والمصادر وهي كالآتي: مساهمة الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إمكانية تعويض الدولة لجزء من النفقات. كما يمنع القانون المترشحين تلقي الهبات النقدية العينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي طرف أجنبي، سواء كانت دولة أو شخصا طبيعيا أو معنويا. فيما لا تعد الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج للمترشحين أو القوائم المترشحة بالدوائر الانتخابية خارج الوطن تمويلا أجنبيا، وهو مسموح به قانونا على ألا يتجاوز مبلغ الهبات للفرد الواحد 400,000 دينار، وهو نفس المبلغ المحدد للهبات المقدمة للمترشحين داخل الوطن. وكل هبة تتجاوز 1,000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. كما يحدد القانون العضوي للانتخابات المبلغ الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة ب2,500,000 دينار. وتستفيد القوائم المترشحة التي أحرزت 20% على الأقل من الأصوات المعبر عنها من تعويض بنسبة 20% من النفقات المدفوعة فعلاً. وبغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة تشجيعا لمساهمة هذه الفئة في الحياة السياسية، لتتكفل بمصاريف الطبع، مصاريف النشر والإشهار، مصاريف إيجار القاعات ومصاريف النقل. دعم حدد في هذه التشريعيات ب300,000 دينار للمترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. تصب بمجرد إعداد الأمين المالي لحساب الحملة والتي تتضمن تبرير كافة النفقات. مواد قانونية تضبط أطر تمويل الحملة الانتخابية وكيفية تحصيل مواردها غلقا لكافة المداخل والمخارج أمام التبذير والتمويلات المشبوهة والخفية. إلى أجواء الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، حيث تكثف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من التجمعات والخرجات الميدانية لاستمالة الناخبين. والبداية ستكون من البيض، حيث نشط رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة تجمعا شعبيا غطاه للتلفزيون محمد بخدة. رئيس حركة البناء الوطني أكد من البيض أن نهج الشراكة السياسية من أوجب واجبات الوقت التي تفرضها الظروف لاستكمال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية والاجتماعية في إطار مبادئ الإسلام ووحدة الوطن وسيادة الشعب. إن هذا التحول الديمقراطي في الجزائر الجديدة هو تحول هام وكبير، لذلك نحتاج اليوم الوقوف جميعا لإنجاح العملية الانتخابية، وكلنا إيمانا بأنه حان الوقت الذي يتعاون فيه الجميع من أجل إيجاد نموذج
ديمقراطي يعطي للجزائريين حقوقهم الدستورية ويسمح لهم بممارسة سيادتهم عن طريق اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني وفي المجالس المحلية. ومن خلال قوائم حركة البناء الوطني التي تجاوزت ضيق التحزب إلى رحاب المصلحة العليا على استعداد تام لخوض غمار هذه الانتخابات بفضل تقديمنا لكفاءات جزائرية. عبد القادر بن قرينة أوضح أن حركته تدعو الجميع إلى تمتين الجبهة الداخلية وصون وحدتنا وقيمنا الوطنية وتأمين القاعدة الاقتصادية من خلال تحريك الاستثمار وحماية المال العام وتطوير أداء المرافق. وبالمدية نظم رئيس حزب جيل جديد سفيان جلالي لقاء جواريا. المتابعة لمالك زجولي. من مدينة قصر البخاري بالمدية، جلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد أكد أن المواطن هو من يبني الديمقراطية عن طريق التوازن بين نظرية الحق والالتزام، وأن بناء دولة القانون لا يتأتى إلا بضمير المواطن. مستحيل ولا رئيس جمهورية ولا حكومة ولا أي كان يقدر هو يجي يفرض ديمقراطية ودولة قانون. هذا لازم تجيب بالعمل تاع المواطن، كي نحنا نسترجع المواطنة تاعنا ونكون يعني فعالين ويعني نطلب الحقوق تاعنا، ولكن في نفس الوقت نقوم بالواجب تاعنا. احنا ربما كيعني مواطنين البعض منا يطلب دائما الاكثر، ولكن عمره ولا يفكر واش هو راه يعطي المجتمع. ولو كان ما كانش يعني هاد الواجبات وما نقدموا ولا شيء للمجتمع، المجتمع ما يقدرش يقدم لك انت تانيك الاحتياجات تاعك وحقوق تاعك. فالتعامل هذا كمسؤولين وما يعني كمواطن عنده ضمير هو اللي يجعل يعني الانسجام بالإخوان ونقدروا نخرجوا من الأزمة. كما أكد جلالي سفيان على وجوب التفاؤل والمثابرة لبناء الجزائر بالعمل والواقعية وتضافر الجهود، لأن مؤهلات الجزائر تسمح بالوصول للأهداف المنشودة. ومن جهته نشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بعين تيموشنت. المتابعة لبوبكر منصوري. ألح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من ولاية عين تيموشنت على ضرورة تسليم السلطة للشعب من خلال التشريعيات المقبلة، منوها في هذا السياق بالإرادة السياسية التي سمحت للمواطن بالاختيار الحر. أقول اليوم الأثنى هي صحيح ما عندناش المال، ولكن عندنا إرادة، عندنا قوة فكرية ووطنية التي لا يتحلى بها غيرنا. نغار على وطننا وعلى المواطن الجزائري، ندافع عن الضعيف وندافع عن المسكين، ندافع عن المحظور. نريد أن ندافع بقوة القانون. إذا أنعمنا الله بطبيعة الحال وسخر لنا الجزائريين والجزائريات ليلتفوا حول أهداف الأفنة ونكون كتلة محترمة داخل البرلمان، فإن هذه الكتلة سوف تعمل على تكريس سيادة الشعب وسلطة الشعب، وعلى أن تدافع على الفقراء والمساكين. موسى تواتي أكد بأن حزبه سيسعى إلى إعادة بناء اللحمة الوطنية وبعث التآخي بين الجزائريين ومناصرة الحق، داعيا مرشحيه إلى تبني خطاب راقي خلال الحملة الانتخابية. أما الأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد عيسى بالهادي فقد نشط تجمعا شعبيا بولاية تلمسان. التفاصيل مع محمد سلمي. من تلمسان أكد رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بالهادي على تجسيد مبدأ الترشيد وحسن التسيير من خلال تقديم نظرة إصلاحية في شتى مناحي الحياة الضرورية لأجل ترشيد المنظومة التربوية والتعليمية، ترشيد المنظومة الثقافية، وإشباعها بالمنظومة القيمية والأخلاقية. هذا هو الرهان الحقيقي. إن كنا قد شاركنا في هذه الانتخابات
فقط لأجل حفظ وحدة الأمة في دينها ولغتها وعرقها. إن كنا قد شاركنا بهذه الانتخابات فقط لوحدة الدولة في علمها وفي دستورها وفي تاريخها حاضرها ومستقبلها إن شاء الله. فقط إن شاء الله تكون عندنا الفرصة وثم نعرف رواحنا أسكو إحنا أهل لثقة هذا الشعب ومصداقية هذه الدولة أم لا. وإن شاء الله إن نحن أحسننا الاختيار نكون قد وضعنا الأمانة بين يدي الأخيار. وأضاف عيسى بلهدي على أن حزبه تنتظره رهانة مقبلة في حالة ضفر مرشحيه بمقاعد داخل البرلمان، متمثلة في العمل على تقديم الأفضل وإدماج المجتمع في خدمة الوطن وكذا حفظ هوية الأمة. وبولاية الجلفة نشط رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد العروسي الويبات تجمعا شعبيا. فؤاد أحماني. حزب الوسيط السياسي حزب معتدل منهجه الحكمة والإصغاء لانشغالات المواطنين ووضعها في المكان المناسب، ولا بد من بذل كل الجهد لتحقيق هذا الهدف، قال أحمد الويبات العروسي رئيس الحزب خلال تجمع شعبي بولاية الجلفة. ونحن من هذا المنطلق نقول ونشهد الرأي العام على أنفسنا وعلى ممارستنا وعلى اختيارنا للخيار السياسي أننا مقتنعين أن صوت المواطن سوف يحمى هذه المرة وتكون له حماية مؤسساتية، وكل الطيبين في هذا البلد وكل الأحزاب السياسية والجمعيات التي ترشحت وأمضت ميثاق الشرف أنها ستدفع العملية الانتخابية إلى آخر مطاف لها بعنوان انتخابات شفافة ونزيهة ونظيفة، ولا أسمح لنفسي أن أخذ أي صوت آخر ليس لي حق فيه. وهذه وصيتي لإخواني. رئيس حزب الوسيط السياسي أكد أن محور الأمن الغذائي أولوية كبرى في برنامج حزبه، خاصة وأن منطقة الجلفة تعتبر إحدى الأقطاب الكبرى في التنمية الريفية والرعوية والتي تحتاج إلى إعادة الاعتبار لها وللقطاع الفلاحي عامة. وبولاية سطيف نشط رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا. المتابعة لسعيد بلوميس. الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد ومن سطيف خاطب مناظري حزبه متطرقا إلى عديد القضايا، مؤكدا على أن الدولة يبنيها الجميع، فالدولة هي إشعار المواطن بروح المواطنة، لينتقد بحدة دعاة التحامل على مؤسسات الدولة السيادية. فإذا بهذا الحراك يبعث برسالة للعالم بأن هذا الشعب شعب متحضر وشعب قادر على صنع المعجزة من جديد، والشعب قادر يبعث برسائل لكل الشعوب المضطهدة، وفعلا كانت معجزة كمعجزة الثورة الجزائرية، سنة كاملة بالملايين ما سقطتش قطرة دم وما تكسر ولا شيء. فإذا به يعطي درسا للجميع بأنه جيلا يشبه جيل نوفمبر، إنه جيلا حافظ لرسالة الشهداء، بحيث أنه كان يخرج حامل صور الشهداء والمجاهدين، ومن جهة أخرى صور العصابة، وكان ينادي بجزائر نوفمبر. في الأخير ثمن رئيس حزب الفجر الجديد التضامن المبدئي للجزائر مع القضية الفلسطينية، داعيا إلى التصويت على قوائم حزبه في موعد 12 جوان القادم. وبتيبازا نشط رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي تجمعا شعبيا، تابعه محمد أبي إسماعيل. العمل على الالتزام بالمسار الديمقراطي لإرساء المسؤولية الاجتماعية مع التغيير الفعلي عبر البرامج والآلية الجديدة التي تعتمد على مبدأ التوافق بين الجميع، مبادئ يرتكز عليها حزب الحرية والعدالة. التغيير الأساسي هو أن الناس اللي فشلت لازم تخلي المكان تاعها. التغيير الحقيقي هو أن الناس هذو عجزوا على خدمة المجتمع، وبالتالي لازم يتركوا مكان لناس واحد آخرين يخدموا المجتمع تاعهم.
الجزائر حررها الجميع فبالتالي يحكمها الجميع ويبنيها الجميع أيضا، وهذا هو أساس التوافق. التوافق هو أن الجميع يقبل الجميع، لكن على أساس ديمقراطي. أساس التوافق هو أننا نقبل بعضنا البعض. هذه فرصة لمن؟ فرصة أولا للمواطنين، وفرصة للأحزاب لأنهم هم اللي يديروا الحياة السياسية، وفرصة للسلطة بكل مؤسساتها أنها تحاول تقوم أو تشرف، مش نتكلم على سلطة الانتخاب، نتكلم على السلطة الفعلية، أنها تحاول تشرف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة من خلالها يمكن إعادة الثقة للمواطن. جمال بن زيادي أكد على ضرورة تغليب مصلحة الوطن بتقديم الفرصة للكفاءات والإطارات الشابة للوصول إلى تغيير فعلي يشمل كل المجالات. رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام نشط تجمعا شعبيا بسطيف، والمتابعة لسعيد بلونيس. بالعلمة ولاية سطيف، أكد جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة على أسباب انخراط حزبه في المسار الانتخابي، وعد ذلك خيارا استراتيجيا لمجابهة دعاة الفراغ المؤسساتي. خيارنا لخوض غمار التشريعيات هو خيار استراتيجي، نواجه به المشروع العدمي الانتحاري المجازفات المغامرات، هما حابين يضعفوا الدولة ويضعفوا مؤسسات الدولة ويحطموا مؤسسات الدولة ويفكوا النسيج الاجتماعي تاعنا ويحولون هذا شرقي وهذا غربي وهذا مزيغي وهذا عربي وهذا إباضي وهذا مالكي. نقول لهم هيهات هيهات، لن يحدث هذا. بفضلكم بوعيكم بموقفكم الوطني سنحافظ على أمانة الشهداء، على الجزائر مستقلة. بن عبد السلام أكد أيضا أنه لأول مرة ستنبثق حكومة من أغلبية برلمانية، وطالب مرشح قائمته بالعمل على مراجعة المنظومة القانونية المجحفة وبسط الرقابة البرلمانية على الهيئة التنفيذية. رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري نشط تجمعا شعبيا بولاية خنشلة، والتفاصيل مع نور الدين بن عبسة. مجموعة من رؤى عرضها مقري في خنشلة لأجل تجسيد الحلم الجزائري كما وصفه في إطار بيان أول نوفمبر بأبعاده الثابتة المذكورة تاريخيا، وتعهد ببناء العدل لأنه أساس الملك. ما زالت الحركة في الريادة، الحركة عظم الرأس، الحركة حجر الواد، ما زلنا موجودين. اللي خسرت هي الجزائر، اللي خسرت وضيعت الفرص وضيعت طاقاتها وضيعت خيراتها وضيعت أموالها وضيعت فرصها هي الجزائر. هذه 1500 مليار دولار التي بذرت وأحرقت في 10 سنة 20 سنة اللي قبل الحراك، هذه جريمة تاريخية سيتحدث عنها التاريخ. ضيعوا لنا فرصة كبيرة. اليوم يا إخواننا مانيش حاب نبقى في الماضي، حاب نروحوا للمستقبل. عندنا برنامج، عندنا رؤية مستقبلية. هذه الرؤية المستقبلية اسمها الحلم الجزائري. وأنا جاي الخنشة قلت كيف أقدم لهم هذا البرنامج، ولكن ما دام راني في خنشة، ما دام راني في قلعة الثوار، سأمحور باختصار طبعا الحال، سأمحور خطابي عن برنامج حركة مجتمع السلم وفق بيان أول نوفمبر. رئيس حركة مجتمع السلم دعا إلى بناء جزائر الغد ذات سيادة بالقوة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتوافق السياسي، وفي حال فوز حركته بالأغلبية كما أردف سيؤسس لحكومة إجماع ووضع عقد وطني اجتماعي. وبولاية ينعم نشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني تجمعا شعبيا، التفاصيل مع أيمن حنفي. أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من ولاية النعامة بالثروات التي تزخر بها المنطقة خاصة الفلاحية منها، مؤكدا على ضرورة تقديم الاهتمام اللازم لتطوير القطاع، وهذا يحتاج إلى برلمان يقترح ويسعى إلى تجسيد المشاريع. الأحزاب السياسية خلقت من أجل خدمة وتطوير البلاد واستقرار البلاد، نريد وكذلك برلمان
يكون برلمان سياسي يحافظ على وحدة البلاد. يا جماعة رانا في منطقة حدودية، وتعرفوا الشيء اللي راه يراد للجزائر من تقسيم وحدتها الداخلية. راكم تعرفوا ما أريد لنا، أنهم يقسموا وحدتنا الترابية وحدتنا الشعبية. أرادوا أن يضربوا نسيجنا الاجتماعي، أرادوا أن يفتونا هذا قبائلي وهذا عربي وهذا شاوي، وحبوا يديرونا دويلات. تعرفوا لماذا؟ لأننا احنا ما خضعناش وما هبطناش روسنا باش نستعرفوا بالكيان الصهيوني. الجزائريين مع فلسطين، الجزائر مع فلسطين، الجزائر مع الصحراء الغربية، الجزائر مع قضايا التحرر في العالم. وما دام رانا في منطقة حدودية، خلنا نقول بلي رانا عايشين في منطقة ملتهبة. كما أبرز الطيب زيتوني أن مترشحي حزبه ملتزمون أمام المواطن بأداء مهام البرلماني على أكمل وجه، لذا على الناخبين حسن الاختيار لممثليهم لبناء دولة مؤسسات قوية. كما نشط رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد لقاء صحفيا بالعاصمة، والتغطية لعلي سليماني. توحيد الشعب الجزائري والحفاظ على مكاسب الأمة لبناء جزائر جديدة والمحافظة على سيادتها هي نقاط أكد عليها عبد العزيز بالعيد رئيس حزب جبهة المستقبل في لقاء صحفي بالعاصمة. وفي كل خطابات نقول بلي هذه الجبهة ليست معارضة سلبية، احنا بغينا نبنيو بلادنا، نبنيهم مع كل الخيرين الموجودين في الساحة السياسية، وما عندناش عدو في الساحة، ما عندناش أعداء في الساحة السياسية في كل التيارات، لأن كل تيار عنده أفكاره وعنده برنامجه وعنده رؤيته، وكل تيار يحب الجزائر بطريقته ويحب يبني الجزائر بطريقته. وبالتالي احنا قلنا أننا نجمع كل هؤلاء الخيرين الموجودين في الساحة السياسية ونكون جدار وطني، و باش نشوف انا من زاويه واحده هو يشوف من زاويه اخرى. لما نتلاقاو مع بعضنا البعض راح نشوف من كل الزوايا، وبالتالي نبنيو الجزائر تاعنا. نختلف الراي، نختلف في الافكار، نختلف في البناء، نختلف في الطريقه، نختلف في الاليات، ولكن ما نختلفش على ان الجزائر تبقى موحده بنفس الحدود تاعها، تبقى قويه، وما نختلفش على اساس اننا نبني مستقبل ولادنا. وبالتالي احنا ما عندناش اعداء في الساحه السياسيه. عبد العزيز بالعيد دعا إلى المشاركة بقوة في التشريعيات القادمة واختيار مرشحي حزب جبهة المستقبل من أجل الدفاع على حقوق المواطن بأسلوب تشاركي اجتماعي في البرلمان المقبل. وبجنات نشط الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي تجمعا شعبيا. حنان بري. بقاعة التاسيلي جنات نشط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل باجي تجمعا شعبيا نشد فيه سكان الولاية بالمشاركة القوية في هذه الاستحقاقات، وبأن بناء مشروع مجتمع هو أهم ما يتضمنه برنامجه. يعتمد على خبراء في مجال السياسة والتاريخ والاقتصاد والعلوم الإنسانية، علم اجتماع، علم النفس، لدراسة أولا التحولات التي مست المواطن الجزائري. هدفنا من هذا البرنامج ثلاث أهداف: أولا إنجاح المسار الانتخابي، لأن في جبهة التحرير الوطني نقدم مصلحة الجزائر على مصلحة الحزب. الهدف الثاني من دخول الانتخابات وهو المساهمة في البناء المؤسسات في البلاد. البرلمان موجود من قبل، لكن البرلمان سابقا وحاليا يختلف في ظل أحكام الجدل الدستور. الهدف الثالث هو ترقية المنظومة القانونية. المنظومة القانونية في الدستور في البرلمانات السابقة كان هناك حق اقتراح المشاريع من طرف النواب، يمكن بعض النواب راهم موجودين هنا، ولكن المؤسسة الفعلية لم تكن موجودة، لا توجد اقتراحات من طرف النواب. كل مشاريع القوانين، كل القوانين تأتي على شكل مشاريع الحكومة فقط. أبو الفضل البعجي أكد أيضا على ضرورة اختيار الكفاءات والاقتناع بها مع الحرص على تنفيذ هذا البرنامج بالاستعانة بآليات تنفيذية ناجحة، إلى جانب دعم القطاعات التنموية والحيوية للتنمية المحلية في ولاية جنات. رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلا الإغويني من جهته نشط تجمعا شعبيا بولاية شيشل. المتابعة لوسيلة بوشارب. داعيا المواطنين للتوجه بقوة لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، جدد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلا الإغويني التزام الحركة بنقل انشغالات المواطنين وطرحها على الحكومة. من أن مرشحين ومرشحاتنا ملتزمون
بالعمل مع كل السلطات الولائية، مع كل الفاعلين في المجتمع الجيجلي، من أجل رفع نسبة التنمية المحلية، من أجل إعادة الطابع السياحي الخلاب المنظم الجاذب للسياحة الداخلية والخارجية في ولاية جيجل، من أجل حل إشكاليات القطاع الفلاحي وخاصة إشكال العقار الفلاحي. مرشحون ومرشحاتنا ملتزمون بالسعي مع كل السلطات من أجل أيضاً توسيع شبكة صناعية في الولاية وخاصة الصناعة التحويلية. مرشحون ومرشحاتنا ملتزمون أمامكم يا أهل جيجل وأمام كل الجزائريين والجزائريات بالحفاظ على أمانة الشهداء. فيلال غويني وخلال هذا التجمع الشعبي بجيجل جدد الدعوة للمواطنين بالالتفاف حول مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وصد كل محاولات زعزعة استقرار الوطن. وبسيدي بالعباس نشط الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة تجمعا شعبيا غطه للتلفزيون سيف الدين بن زردة. الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ومن ولاية سيدي بالعباس شدد على أهمية المشاركة في تشريعيات 12 جوان، معتبرا إياها الخطوة الأساسية في مسار تحسين وضعية البلاد في شتى المجالات. كاين قوانين كثيرة جائرة ظالمة في حق الشعب، في حق المواطنين. لما تشوفوا يا جماعة الخير الفاتورة تاع الكهرباء تشوفوا فيها حوالي 5 رسوم موجودة يسلكها المواطن. نفس الشيء بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالصحة، بالرعاية الصحية. كيفاش القوانين اللي راهي موجودة في الرعاية الصحية المواطن شحال يعوضون؟ يا إخواني هذا حق الشعب وحق الشباب وحق مستقبلهم. احنا هذا الحق هذا ننتزعه، عندنا وسيلة باش ننتزعوا هذا الحق عن طريق المشاركة القوية، باش نحطوا الرجال المؤتمنين على هذه المؤسسات اللي تدير القرار وتوزع الثروة وتطبق القانون على الجميع وتخلي الشعب يشارك في القرار السياسي من خلال المؤسسات. ولذلك حركة النهضة قالت احنا الآن نخرج من الشارع ولكن نروح للمؤسسات. كما أكد بن عائشة أن برنامج الحركة يرتكز أيضا على محاربة كل آفات وأشكال الفساد التي من شأنها أن تقف حاجزا في وجه بناء دولة القانون والمؤسسات. وبعين الدفلة نشط رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جابلة تجمعا شعبيا، المتابعة لمن العبديش. رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جابلة دعا المواطنين لضرورة التوجه لصناديق الاقتراع يوم 12 جوان لاختيار الأفضل لتمثيلهم وجعل هذا الموعد الانتخابي بداية الطريق لعدد كبير من الإصلاحات. ومن الضروري أن يعرف الشعب أن الحزب الذي اختاره إن اختاره يملك الرؤى والتصورات الكاملة لإصلاح حقيقي يسمح بتسييد الوفاء للثورتين العظيمتين، ثورة بيان 1 نوفمبر وثورة 22 فبراير. جبهة العدالة والتنمية لذلك ترى بأن أو تعد أن الشعب إذا صوت عليها سوف تسعى بإذن الله وعونه إلى إحداث نوع من الإصلاح الدستوري بحسب ما تستطيع. تستطيع أن تمارس الإصلاح السياسي لأنها تحرص على أن تجعل السلطة أو والإدارة، المؤسسات والإدارة يتوفرون على الشرعية الكاملة. التغيير الذي يطالب به الجميع لن يتحقق حسب جاب الله دون وعي المواطنين بأهمية دورهم في الانتخابات التشريعية 12 جوان. ولأن الرهان مصيري والمسألة تخص الجميع، تعكف فعاليات المجتمع المدني والأسرة الثورية بولاية إليزي على تفعيل الحوار مع فئة الشباب وتحسيسهم بمدى وأهمية التعبير عن أصواتهم من أجل بلوغ التغيير البناء. إبراهيم بالخير.
وعي والتزام وتفاؤل كبير لمسناه لدى فعاليات المجتمع المدني بولاية إليزي، والذي يتأهب إلى المشاركة القوية في تشريعيات 12 جوان القادم سعيا إلى الجزائر الجديدة. ورانا في مرحلة نتاع حملة انتخابية، نشوفوا القوائم، نشوفوا أنه فيها شباب جامعيين إطارات، هذا الشيء اللي خلينا عندنا أمل كبير أنه رايحة تتجسد فعلا الجزائر الجديدة من خلال البرلمان القادم. نتمنى الجزائر الجديدة هذه إن شاء الله نفوتوا بقوة، ماذا بينا نشوفوا جدد يديروا لنا حوايج كما الصحة كما التربية، رانا نعانوا هنا في ولاية إليزي. تولتنا غابد أهرت ويا موسن الغدر يد الزهر انت يا موسن انت يا الزهر نكاضة الواغ قلاند نفرن واسمو سيرين نسان سيرين انتياضة اسم لين إيري واسمو سيرين ليسي وض تمخوطار مزاغ تغرمة انتياغنن الخدود. الأسرة الثورية وبعد أن شاركت في معركة تحرير الوطن تواصل المسيرة بتوعيته وتحسيس الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة والمحافظة على الجزائر. نوصيكم يا شباب، الله يبارك فيكم، تهلاو في الجزائر، ماذا بكم تشدوا بعضاكم في انتخابات هادم، ريقلوا روحكم زين. اليوم الحمد لله لقيتوها كل شيء مريقل، ماذا بكم زيدوا ريقلوها، تقفوا بعضاكم وتشدوا بعضاكم، واحد ما يكره واحد. بارك الله فيكم يا شباب، استحفظوا على الجزائر. الجزائر مد ولا راهي هي مد ولا، إلا تكسرت الجزائر ما كان شيء، خلاص الجزائر حية إن شاء الله ودائما وأبدا حتى تقوم الساعة. ثلاثة مقاعد برلمانية مخصصة لولاية إليزي تتنافس عليها 18 قائمة بين أحرار وأحزاب سياسية. ووعيا منها بأهمية الاستحقاقات المقبلة، تتابع المرأة الماكثة بالبيت لولاية المغير باهتمام وتطلع مجريات الحملة الانتخابية. نائلة حليفة. هن لسن بعاملات أو موظفات أو أستاذات في التعليم، إنهن نساء ماكثات بالبيت لازمن أشغالهن اليومية المعتادة، لكن الملفت للنظر هو اهتمامهن بمجريات الأحداث السياسية من سير الحملة الانتخابية، حيث يناقشن ويتكلمن عن ظروف الانتخابات بدائرة جامعة ولاية المغير. احنا ما كناش نتوقعوا أنه الشباب يعني يكون بقوة ويعني بجدارة في المنطقة هذه. احنا دائما نشوفوا السياسه انه دائما نحطوا انسان يعني ذو خبره ذو كفاءه يعني قديم في العمل باش يواكب يعني المسار هذا السياسي هذا. ماذا بينا يجينا مستثمرين شبابنا الله يبارك اللي متخرج واللي يستنوا كل باش يجيهم واللي باش يروح يحضر علينا باش ننتخبوا عليه، مش يروح يشد الكرسي ولا يشد العد في الرفاهية وشعبه ما على بالوش به اللي انتخب عليه. اليوم أصبحت المرأة الماكثة بالبيت تناقش وتحلل الحدث السياسي، ولها رأيها الخاص فيما يخص تطلعاتها كامرأة أو حتى تطلعات الشباب المستقبلية في منطقة وادي ريغ، لقد باتت ذات وعي سياسي كبير. انتخابات يتطلع من خلالها المواطنون إلى تغيير نحو الأفضل. قلت لك احنا نتمنى عبد صالح للبلاد هذه، اللي رايح يخدم البلاد ويخدم الشعب، هذا الشعب أغلبية الشعب راهو معاه، وإن شاء الله يا ودي يجونا الناس صالحين، إن شاء الله يا ربي نطلب وربي يجونا الناس صالحين اللي يخدموا البر هذا. ولاتنا ضاعوا ليزاكسيدون، شوفي والله يا طريق بعد. ولاية المغير زيدا لازم يمثلوها أحسن تمثيل في البرلمان، ونتمنى إن شاء الله يوفوا بالعهد الوعود اللي راهم يقولوا فيها، ويزيدوا يهتموا شوية بالطاقة الشبانية هذه اللي راهي شغل ضايعينها، خصوصا لازم حاجه يتهلاو فيهم شويه. احنا شفنا صور تاع انتخابات فيها شباب وعرب من طموحين وش يخدموا البلاد، بصح بدأ بينا يا اخي يكونوا على وعود اللي قالوها وعنده برنامج ويمشي عليه، لازمني هذاك اللي يخدمني به. كاين شباب معليش نعرفوهم، نعرفو كما يقولوا نزاهتهم، نتمنى ان شاء الله باللي ربما يديروا حاجه ان شاء الله. الوجوه الجديده اللي ترشحت هذه انها تكون باب خير ان شاء الله للولايه الجديده هذه، في اطار انهم ينهضوا بالولايه، مع انه الولايه تحتاج الى الكثير من المراجع اللي لازم تكون فيها، خاصه الشباب انه يلقوا حل لمشكل البطاله، انه ينشئوا جهات اقتصاديه.
ختاما لسلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المبرمجة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التقى وزير التربية الوطنية محمد واجعود أعضاء المكتبين الوطنيين لكل من مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية. وخصص اللقاءان لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع. وفي غمرة الاحتفالات بالذكرى الأولى لليوم الوطني للكشافة، أشرف أمس فوج الإرشاد لقدام الكشافة الإسلامية الجزائرية على تدشين جدارية بالقصبة تخليدا لروحي الشهيد محمد براس، عرفانا لما قدمه من إنجازات لخدمة الوطن والمجتمع. أما الآن عن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، فقد سجلت 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات، ما تمثل للشفاء 187 مريضا خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دوليا الآن، وفي الشأن الفلسطيني، أصيب أمس 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقفة منددة بالاستيلاء المستوطنين على أراضي في منطقة جبل العالم غرب رام الله بالضفة الغربية. وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأحداث الأخيرة في القدس وغزة والضفة الغربية كشفت عن أهمية العمل الإعلامي في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية. وهذا في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت. أقيم أمس بمقر الرئاسة الصحراوية حفل تأبين وعزاء على روح فقيد القضية الصحراوية سي أحمد البطل الذي وفاه الأجل الأربعاء الماضي. التأبينية حضرها الوزير الأول الصحراوي بشار يبيون الذي ألقى كلمة نيابة عن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى جانب أعضاء من الحكومة الصحراوية والقيادات المختلفة لجبهة البوليساريو وأسرة الفقيد الذي يعد من الرعيل الأول لمؤسسي الجبهة. كان للمناضل والغايد سيد أحمد البطل رحمه الله أثر عميق في تاريخ الثورة الصحراوية، جسدته سيرة زاخرة بالعطاء والتضحيات. فقد واكب رحمه الله العمل النضالي منذ البداية، حيث كان سباغا في هذا المجال، رفيقا حميما لمفجر الثورة وغايدها الشهيد الولي مصطفى السيد، مع ثلة من المناضلين المخلصين الذين كان لهم شرف وضع اللبنات الأولى لتأسيس الثورة الصحراوية المباركة. ظل سيد أحمد بطل يحمل ويشيع ويرسخ فكرة ومنطلقات ومبادئ وأهداف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، حركة تحرير أصيلة ووريثة شرعية لتاريخ شعبنا ومعتقده وهويته وثقافته وقيمه ومطامحه. ما ترجل يوما عن صهوة الحضور والفعل والإنجاز والتأثير نضالا وقتالا. لقد استطاع رحمه الله أن يزاوج بين العمل العسكري في مرحلة من حياته والأداء السياسي والإداري في مراحل أخرى. شأنه في ذلك شأن الكثير من مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب والشعب الصحراوي. وفي تطورات الوضع الأمني في الصحراء الغربية، نفذت وحدات الجيش الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في مناطق مختلفة من قطاعي الفرسية والمحبس حسب البيان العسكري رقم 199 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية. ونختم النشرة بأخبار الرياضة، حيث كشف الناخب الوطني لكرة القدم جمال بلمادي عن قائمة تضم 30 لاعبا تحسبا للمباراة الودية
الدولية الثلاثة أمام كل من موريتانيا والمالي وتونس، حسب ما أوردته أمس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وعرفت القائمة عودة كل من يوسف عطال وهشام بوداوي وكذا أندي ديلوغ وزين الدين فرحات، كما وجه جمال بلماضي الدعوة لأول مرة لحارس مرمى أولمبي المدية عبد الرحمن مجادل. ختام النشر، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة والوفاء. أطيب المنى وليلة هادئة.